أهنئ الشعب المصري، أهنئ الأمة الإسلامية، أهنئ العالم جميعا بهذه الأيام المباركة التي تهل علينا كل عام، والتي تذكرنا بالحج الأكبر، وتذكرنا بذكر الله الدائم، فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون، وتذكرنا بمعنى الفداء في الإسلام الذي جاء به سيدنا إبراهيم، وهو عمدة الأديان الثلاثة، الإسلام والمسيحية واليهودية. إن إبراهيم كان أمة، فنهنئهم بهذه الأيام، ونرجو الله سبحانه وتعالى أن يعيدها علينا بأمثالها بالخير والود والحب والسلام والسلام.